تيجي تقول لي يا دكتورة تخيلي أمي شتمتني قدام صاحبتي، وتعيط البنوتة وبنوتة جمعية وتعيط بدموع وحرقة وتقول أمي بص دي أبعد شخص عني، أصلا هي من عصر وأنا من عصر، لا فهماني ولا عارفة أنا عايزة إيه ولا بحب إيه ولا بكره إيه، مفيش بيني وبينها أي نوع من أنواع الحوار ولا التواصل. ده بقى خدي بقى كمان تصدقي بتدعي عليا، أمي بتدعي عليا تقول لي انت هتفضلي غبيه طول عمرك، انت اصلا مش نافعه، وبكره لا هتتجوزي ولو اتجوزتي هتتطلقي، واصلا انت ده لو بتعالي انت قاعده جنبي اصلا لو لقيتي اصلا حد يتجوزك. ده الكلام اللي انا بسمعه. هعلق وانا هفصل كل كلمه دلوقتي ونقول، بس خلينا نقول هي ايه فطره الام الصحيحه؟ ما يمكن مش عارفين، يمكن في جيل كده حصل له ايرور في دماغه ونعمل له اعاده تصديق تاني ونشوف فطره الام ايه. شغالين عليها هم دلوقتي، شغالين بدل بقى طلعنا من الندية والنسوية دخلين في فطرة الأم اللي أصلاً كان لا يمكن حد يقدر يتكلم فيها لأنها فطرة. فطرة هي إيه؟ فطرة الأم الصحيحة هي إيه؟ واجبات الأم أصلاً تجاه نفسها وتجاه بنتها وتجاه المحيط اللي حواليها. ليه بيحصل كده مع البنات؟ ليه بيحصل كده مع البنات؟ وإيه الوضع الصحيح المفترض إن يكون ما بين الطرفين؟ الأم تعمل إيه والبنت تعمل إيه؟ ما إحنا برضو عشان نوزن لازم يبقى في ميزان طرفين. ودور المجتمع بقى، نتكلم على دور المجتمع والتربويين في حاجه زي كده، علشان ما ينفعش احنا نقعد نعمل جوه البيوت وبعدين نطلع بره نلاقي الدنيا بايظه. لا، عشان يبقى البيئه اللي حوالينا حتى بيئه امنه وبتدعم وبتعزز السلوكيات الايجابيه اللي احنا بنعملها داخل الاسره. اول حاجه فطره الام. ام يوم ما بيحصل يا ماما ادهيلي، ده الام. يوم لما بتبقى في 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 ضعف نفسي ولا بتبقى محتاج اي شيء من الدنيا، امك تخش من البيت فين؟ ماما. ده الطبيعي. فطرة الأم حب وحنان ورعاية، بيكونوا زي الدبة اللي قتلت صاحبها، حب بس مش بتعرف، يعني لا مش بتعرف، مش واصل لقدامها انها بتحبه. الفطرة من البنت حبيبة أمها، صاحبتها، صديقتها الصدوقة. جاوبيني بجد يا كل أم بتسمعني، هو أنت فعلا عرفت توصلي كلمة بحبك يا بنتي لبنتك؟ ولا انكرتي مشاعر الحب دي بحجه الغم بقى والدنيا حب ايه دلوقتي ما نشوف الحياه ونشوف اللي ورانا وانت مضغوطه وشايله ومسؤوليه بيت على دماغك كل الكلام ده؟ طب تعالى اما اقول لك، بنتك جت سالتك مره ماما انت بتحبيني ولا لا؟ ناقوس خطر برضو. ولا بنت تانية تيجي تقول لي بصي اهلي بيكرهوني، امي اصلا دي عدوتي اصلا، انت سمعتي بتقول لي ايه وبقول لك بتشتمني وبتدعي عليا، وانا سمعت كلمة عدوتي دي من البنت، سمعتها بتقول امي عدوتي، مع ان البنت دي اللي خلى الواحد يتأثر ان البنت دي طيبة جدا بس امها قاسية جدا، قاسية خارجيا. وهنحلل الكلام ده في حلقتنا النهاردة. لما كلمت امها لقيت امها اطيب خلق الله بس مش عارفة توصل حبها لبنتها نتيجة الضغوطات اللي حواليها، أو هي ذات نفسيها مش بتلاقي كلمة حب وحنان من اللي حواليها، يعني الدنيا متشعبة على فكرة، مش عارفة توصل مشاعر الحب لبنتها. النتيجة إيه؟ بعد بين الاتنين. وتيجي البنت إيه بقى؟ تبقى صاحبتها هي أنتمتها، مين مخزن السر؟ صاحبتها اللي هي خبرتها صفر زيها. يبقى النصيحة هتيجي لبنتك من صاحبتها اللي ما عندهاش خبرة ولا عندها ولا نوع حتى من أنواع الـ أقول الثقة، ما هيش خبيرة في الأمر. فيلا أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. تعالى معرفك البنت في مرحلة المراهقة، خصوصا المرحلة دي واحنا عندنا مراهقة مبكرة بتبدأ من 10 سنين على فكرة، دنيتهم بتكون مختلفة، مش بتبتدي من 11 كمان، يقول لك دي المراهقة دي للصبيان 11، البنات ممكن تبتدي من 10 سنين. التطور الرهيب بقى، وسائل التواصل والانفتاح والميديا والسوشيال والكلام ده، خلاص طبيعي انها بتتكلم في كل حاجة وكل الأمور اللي أكبر منها سنا سواء صغيرين ولا كبار، وبتعرف مواضيع المواضيع دي بدري شويه بس هي خلاص بحكم الانفتاح عرفت، فلازم تبقي انت متواصله معاها. كمان في فتره المراهقه النضوج بتاعها بيبتدي انها تفهم امور ومواضيع، عندها رغبه شديده جدا في الاستقلاليه، رايها فكرها، عندها اصلا تقلبات مزاجيه، البنت صاحيه الكيرف بتاعها عالي بعد ساعتين في الصفر، هي البنات كده، ايه مالك؟ مفيش ضربت تصد في شجره خلاص، في تقلبات مزاجيه وعواطف متقلبه ومشاعر متلخبطه. لازم الام تبقى فاهمه خصائص المرحله، وانا بدعي كل ام من فضلك، التربيه مش اكل وشرب ويلا وعملت لهم واحسن مدارس، لا غلط، التربيه ان نعرف هم ايه اللي محتاجينه، ان انا يعني اضع البصمه واضع السمت اللي انا عايزه احطه في اولادي وانا فاهمه هم خصائص مرحلتهم ايه عشان ما اصطدمش بيهم.
عايزين وسائل مبتكرة علشان أقوي الرابط بيني وما بين بنتي، عشان تفضل العلاقة بيني وما بين بنتي قوية جدا وتفضل صاحبتي وأنتمتي وصديقتي الصدوق. الأمر محتاج استمرارية، وأنا بقول دايما عشان خاطري التربية استمرارية وتكرار، إخلاص، دعاء. التربية محتاجة تكرار 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 تكرار. وأذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تقوم تقولك لا ما أنا قلت لهم خلاص ما نفذوش أعمل إيه؟ أو الأب يضرب أولاده ولا يزعلهم عشان إيه؟ نبهت عليهم مرة يا عم مرة إيه بس وما سمعوش؟ ما يسمعوش، ما طبيعي ما يسمعوش. كرر كرر تاني وتالت وعشر مليون دعيالكو ويوجعوكو، كرر بس بأسلوب مختلف.